دكتورة، نحن الآن في يوم المرأة العالمي، وتحديدا المرأة السعودية الآن أصبحت شريك أساسي في صناعة التغيير وفي مشاركة الرجل في جميع النجاحات اللي جالسة تحصل في البلد. دكتورة، إحنا الآن في عام 2019، وش اللي تغير بالضبط؟ بداية كقيادة المرأة، إنه سمحوا للمرأة للقيادة. ثاني شيء إنه حصول الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود كأول سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة، فهذا يعتبر إنجاز كبير للمرأة السعودية، وإن شاء الله نطمح لشيء أحسن من كذا كمان. تطمح المرأة السعودية للوصول لأعلى المراتب، لأعلى شيء في حاليا في مسكت عندنا في الغرف التجارية، في البلدية، في مجلس الشورى، فنطمح لأعلى من ذلك إن شاء الله. وأنا واحدة من السيدات ومن النساء اللي موجودين في المملكة، أطمح إنه أمسك لأعلى المناصب. إحنا الحمد لله صار للمرأة مكانة كبيرة، صرنا ممكن أنا أقيم المرأة صارت الأساس في السعودية، من أعمال من أي حاجة. المرأة لو مو موجودة ما أعتقد إنه حيصير أي شيء، يعني الحمد لله أثبتت نفسها في أشياء مرة كتير. طبعاً إحنا اليوم في يوم سعيد جداً، كثير من الرجال مقهورين مننا وحاسدين على هذا اليوم. يعني أنا أتوقع 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 إنه حنوصل لمرحلة حنجلسكم في البيت إن شاء الله، لأنه نحن صرنا أقوى. المرأة السعودية اختلفت عن المرأة السعودية قبل الانفتاح وقبل الرؤية 2030. أول شيء هي تستحق أنها تأخذ فرصتها. بدأنا نشوفها طبعا في الوزارات، بدأنا نشوفها في كل مجال في كل مجال. يعني ما بتتخيل المرأة السعودية إيش حتكون. حتكون إن شاء الله سفيرة، حتكون وزيرة، حتكون كمان سفيرة العالم. أحب أشكر كل امرأة بخصوص اليوم العالمي للمرأة، وأحب أقول لكم أنها تقدر تحقق طموحاتها وأهدافها، ودائماً المرأة سبحان الله يعني توصل لهدفها إذا بغت الشيء توصله. أصبحت المرأة شريكة في كل شيء، شريكة في مجلس الشورى، شريكة في عدة من القطاعات، ووصلت حتى إلى مناصب عالمية. الآن رحلنا المرأة وصلت إلى مناصب عالمية، وهذا شرف لنا كبير كسعوديين. يلي عدلتوها عشان السواقة ساقت وأنتوا لدربكم ما تشوفون. يا ناس هذه كل أبوها أناقة، وشعاد لو مسكت يديها الدركسون. سلامتكم.